التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام، وتواصلنا يستمر حيث يسير شوطنا الخامس عشر الذي خصص بالإبكار. أسير بكم مباشرة إلى مقدمة هذا الشوط والمركز الأول، وأتابع البداية الأولى، وهنا من أيضا تأتي على الصدارة الأولى مكاسب حمد بالضبيب سليمان الشامسي هي اللي تحتل المقدمة والصدارة، بينما في المركز الثاني هذه نوادر حارب بن محمد بن حمد الاكتبي، بينما ننتقل إلى المركز الثالث لأتابع الوصول من الشاهنية محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما في المركز الرابع مفوض علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، بينما في خامس التحديات في المركز الخامس من الجانب الآخر هناك اللي تأتي اللي هي الشهامة سهيل بن راشد بن دغيش الاكتبي. هكذا المراكز الأولى المتقدمة، العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى مكاسب، إلى مكاسب على الصدارة الأولى، مكاسب بشعار حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي يحتل المقدمة الأولى، أبو فزاع يبحث عن الانتصار، لكن شوف الوصول، شوف التغيير اللي جرى وترى من الجانب الآخر، هذه غيرة تفوض علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، راح بن بدر ليحقق النقطة الثانية من خلال تواجده في هذا اليوم. تهانينا والناموس لمالك مفوض، تهانينا لعلي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي، بينما وصلت في المركز الثاني، في المركز الثاني من وصلت مشاهدين الاعزاء اللي هي نوادر حارب بن محمد بن حمد الاكتبي، المركز الثالث مكاسب حمد بن ضبيب بن سليمان الشامسي. هكذا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى، تهنيتنا والناموس لمالك مفوض علي بن حميد بن سيف بن بدر العليلي على هذا الفوز. التوقيت الزمني 2:15 ثانية، تهانينا للجميع.